ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما أكثر ما نتحدث وما نقول، ومع هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى مرشدا لنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهذا يشمل كل أحد. فعلينا من اليوم أن نبحث عن أقوالنا التي نتحدث بها ونتفوه بها، هل فيها شيء من الدعوة إلى سبيل الله عز وجل وإلى الله؟ الله عز وجل لم يحدد أحدا بعينه، بل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لابد أن يكون في أقوالنا نصيب للدعوة إلى الله عز وجل وإلى سبيله وإلى دينه، وهذا من أعظم وأفضل الأعمال، فإن الله عز وجل جعله كما سمعنا من أحسن الأقوال وأنفعها.